فاحنا يعني كمان طبعا بطوله غاليه جدا وبطوله كبيره ومحفل كبير جدا وفي ظروف صعبه. طبعا في ظروف استثنائيه كمان وفي ظروف صعبه النادي الاهلي بتواجد للمره السادسه، وان شاء الله يعني الواحد متفائل، بس زي ما احنا قلنا دايما نفكر في الخطوه الاولى مباراه الضحيل، واعتقد مباراه بايرن ميونخ يا رب يكتب لنا النصر يوم الخميس. واعتقادي مفيش حاجه صعبه في الكوره، لو عدينا الضحيل باذن الله اعتقد هتلاقي طموحات وهتلاقي الثقه في النفس موجوده ونعمل مباراه كبيره قدام طبعا البايرن. لكن كمان خلينا نتكلم على الاجراءات الاحترازيه الكبيره جدا اللي يعني النادي الاهلي بيقوم بيها خلال امبارح والنهارده، و عايزين كمان نطمن على بعثتنا ونطمن على الاجراءات الاحترازيه كمان هناك في الدوحه اول ما يوصلوا. عشان كده معانا على التليفون الدكتور محمد شوقي من الدوحه يقول لنا ويعرفنا ويعرف كل جماهير النادي الاهلي، ده رئيس طبعا اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي الموجود حاليا اللي سافر قبل البعثه لتنظيم كل الامور الخاصه بالاجراءات الطبيه والاجراءات الاحترازيه اللي منتظرها ان شاء الله بعثتنا في الدوحه بكره ان شاء الله. مساء الخير يا دكتور، منورنا في البيت الكبير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. بنرحب بحضرتك في البيت الكبير وبنقول لحضرتك يعني ايه، طمنا ايه ان شاء الله الخطوات اللي هيقوم بيها او حضرتك هتقوم بيها يعني مع لحظه وصول بعثتنا ان شاء الله في الدوحه، الاجراءات اللي هتقوم بيها حضرتك، الاجراءات الاحترازيه ويعني النظم الطبيه الخاصه بكاس العالم للانديه. الاجراءات الطبيه الحقيقه تم تنسيق اوريدي من فتره مع لو تذكر حضرتك ورشه العمل مع الفيفا، وكل شيء معد هنا بصوره دقيقه جدا. وحضرتك تعلم طبعا موضوع البابل او الفقاعه اللي هيكون متبع هنا، البعثه ان شاء الله ستصل الى مطار الدوحه باذن الله بكره في حدود الساعه 8 بتوقيت الدوحه، وبتدخل مباشره المطار عشان تعمل مسحه طبيه كامله. احنا الحمد لله مسحه المسحه اللي تمت امبارح الحمد لله جميع اعضاء البعثه سلبيين، مفيش اي اصابات الحمد لله. سيتم اجراء المسحه الخاصه بدوله قطر وبالبطوله، وبتدخل البعثه كامله بعد اجراء البحث المسحه على الاتوبيس على الفندق على الغرف. سيتم تواجد جميع اعضاء البعثه في الغرف لمده 12 ساعه الى ان يصل نتيجه المسحه ان شاء الله الاولى اللي هتتعمل في المطار. منذ هذه اللحظه ان شاء الله لو سلبيين كلهم يبتدوا يتحركوا في الدورين المخصصين في الفندق للنادي الاهلي، وزائد الصالون او اللاونج اللي معمول برضه للنادي الاهلي، فيما عدا ذلك مفيش تحركات اخرى في باقي اجزاء الفندق. طب دكتور محمد اتفضل. حضرتك النهارده قمت بتسليم موسيماني تقرير طبي شامل بكافه الاجراءات المتعلقه بالكبسوله الطبيه اللي طبعا يعني هيدخلها الفريق فور وصوله هناك. كلمنا عن الاجراءات الطبيه ديت حضرتك يعني الخاصه بالكبسوله عشان برضو نفهم الناس فريقنا هيبقى ايه، لان انا كمان يعني النهارده يمكن كنا بنقرا انه اعداد المصابين بالكورونا في البلد المضيف يعني عدد مرتفع جدا. فحضرتك كلمنا اكتر عن الاجراءات والتقرير الطبي المسلم لموسيماني. لا، هو عدد العدد في الدوحه مش مهم في دوله قطر، يعني مش كبير زي ما حضرتك متخيله. لا لا خالص، الاعداد كانت الفتره اللي فاتت، انا هنا بقالي تقريبا اسبوع عشان حضرتك عارفه انا خارج البابل او خارج الفقاعه، فانا لازم اعمل عزل، فانا انا متابع هنا بقالي اسبوع، كان في حدود ال 180 190، انا بقالي يومين وصل ل 300، لكن رقم مش كبير ومش كبير ولا قليل مقلق. لا ومش مقلق، لان هنا الارقام دقيقه كتير يا دكتور. نعم بترتفع كتير، يعني خاصه ان احنا كمان في فصل الشتاء ولا ايه؟ هو دلوقتي 300 دي اعلى الاعداد من حوالي 6 7 شهور، ما كانش بيوصل كده خالص، فالرقم مش كبير ومش مقلق خالص، زائد ان بقول لحضرتك البعثه او البعثات كلها هتبقى معزوله تماما عن المخالطه مع الشعب، لان الشعب له اجراءات اخرى، والوافدين الاخرين اللي خارج الوفود الرياضيه بيعمل لهم اجراءات ثانيه خالص، في عزل في الـ في الـ في, الـ في الفنادق او عزل في البيت للاعمار اللي اكثر من 65 سنه، دي الريجوليشنز بتاعت دوله قطر.
البعثة هتصل إن شاء الله، هتبقى معزولة تماما في الفندق، وبقول لحضرتك ال 12 ساعة الأولى إلى أن تظهر نتيجة المسحة مفيش خروج حتى من الغرفة، يعني تمام. كل فرد من أفراد البعثة داخل غرفته مش داخل الفندق بس. إن شاء الله لو سلبيين خلاص بيتحركوا من الفندق للأتوبيس للتمرين، من التمرين للأتوبيس للفندق، فما فيش أي تواجد في أي مكان غير الـ 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 الفندق وملاعب التمرين والأتوبيس. طيب دي حضرتك دكتور دي بالنسبة لأول وصول بعثتنا إن شاء الله، دي الإجراءات المتبعة بعد إن شاء الله المسحة، التواجد على طول من الطيارة إلى الأوتيل 12 ساعة بيكون ده لغاية النتيجة ما تطلع، وإن شاء الله كل النتيجة تكون سلبية. عايزين نعرف من حضرتك البروتوكول المتبع في هذه البطولة، خلال بقى البطولة يعني خلال المباريات هيكون في مسحة قبلها ب 48 ساعة، هيكون إزاي البروتوكول المتبع في كأس العالم للأندية الخاص ب النادي الاهلي او بجميع الفرق لنهايه البطوله يا دكتور؟ زي ما حضرتك تفضلت، هو بالنسبه للفرق كلها مش بالنسبه للنادي الاهلي، البروتوكول متبع للكل. أكيد. في مساحات قبل المباريات، في برضو حاجه لازم حضرتك تعرفها، حتى الجمهور اللي هيدخل وهو المحدد ب 30% في المباريات كلها و 50% في المباراه النهائيه، كل واحد من الجمهور عشان يدخل المباراه لازم يكون عامل مسحه برضه. يعني اللي هيدخل المباراه يكون معاه شهاده او ما يثبت ان هو خالي من الفيروس بمعنى اصح يعني. هذا صحيح، المشاهدين مش بس اعضاء البعثات او الفرق الرياضيه او الفرق او الطواقم الاداريه والطبيه، لا ده حتى المتفرجين لن يسمح لهم بدخول الاستادات الا بمساحات طبيه معتمده. كل فرقه بقى داخل المعسكر داخل الفندق بتاعها لها هي اجراءاتها الطبيه، يعني احنا مثلا في ورشه العمل اللي كانت مع الفيفا تساءلنا هل احنا نقدر نعمل اجراءاتنا الخاصه الطبيه، بمعنى مثلا احنا في كل السفريات اللي فاتت في فتره الكورونا معانا بعض الاخوه الزملاء في جهاز الكوره بيعقموا الغرف تعقيم خاص لينا احنا. مظبوط. يعني مثلا لما كنا في المغرب مع الولاد البيضاوي كانت كنا بنعقم الاوض قبل دخول اللعيبه كل يوم او قبل دخول البعثه. ده اجراءات خاصه بيتبعها حضرتك والنادي الاهلي. بالظبط. وسمحوا وسالنا فيفا قالوا ما فيش اي مانع ان كل واحد يعمل اجراءاته الطبيه الخاصه. تمام. غير البروتوكول الطبي كامل. تمام تمام، ده شيء مميز جدا وشيء ان شاء الله يدعو للطمانينه، وباذن الله يعني حضرتك طمنتنا ان البعثه يعني المسحه كانت سلبيه لكل اعضاء البعثه اللي سافره بكره ان شاء الله. كمان باذن الله نطمن من حضرتك مع وصول البعثه ان شاء الله، كمان نطمن على سلبيه البعثه كمان هناك في الدوحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك يا دكتور، اكيد طبعا.